أهلا يا أصدقائي، كيف حالكم؟ هل تتذكرون قصة المرة السابقة؟ نعم، كانت عن منظر الربيع، لذلك أنا الآن أتساءل عما ستحكيه لنا الشجرة اليوم. ما رأيكم أن ننطلق الآن في رحلتنا مع هذه القصة؟ نعم، بجانبي تنمو وردات كثيرة وترقص الوردات لأنها سعيدة، وقلت لهذه الوردات: ما رأيكم بأن ندعو صديقاتنا الحشرات؟ فقط إذا رقصنا باستمتاع ونشرنا عطورنا الفواحة سيأتون مباشرة. ولهذا ردت كل الوردات: جيد جيد. نعم، هذه المرة سنرسم الوردات. سنبدأ برسم التوليب. برسم سيقان الوردات. وبعدها نرسم الأوراق. ثم نرسم نقوش الأوراق. وفي هذه الناحية نرسم عباد الشمس بشكل كبير هكذا. وفي هذه الناحية نرسم ريقات الوردة متدلية للأسفل. ثم نبدأ بتلوين الوردات.
وبعدها ننقش عباد الشمس هكذا من الداخل. ثم نلون السيقان بألوان البلو ماستر. وأخيراً نرسم الأعشاب بالخطوط هكذا. Thank you.
وبهذا اكتملت كل الرسمة. أحسنتم يا أصدقائي، أرسموا الشجرة بشكل جميل وأرسموا الوردات الجميلة أيضا. هذا كأن ورقات الشجر تتراقص مع وريقات الوردات مع هبوب الرياح. ولهذا انتظروني في الحلقة القادمة يا أصدقائي. إلى اللقاء، مع السلامة.